حق وهدي الى صراط مستقيم. يا ولدي اذا كنت بريء البشعة دي النار دي هتكون بردا وسلاما عليك. ليه يا اخوي؟ قالوا لك عليه سيدنا ابراهيم، ياك هي دي اللي هالحسد. هي دي اللي هالحسد. لا يا راجل. امال ايه؟ يعني اللي بتعلم طالعينها من النار هي دي البشعة؟ ايوه. ودي على حسب لساني. ايوه بلسانك. طب ما تلحس انت كده يا عم. الحس ليه لزرقت؟ يعني مش انت بريء؟ أيوة. خلي الشيخ محمود بتاع القران الحسا كده انت يا شيخ. يا ولدي دي معزم عليها ما تخافش مني. بلا معزم عليها بلا مقسم عليها بلا مرقص عليها، ده انا لو كنت قاتل كتيل وقاعد في الحرم وهاخد اعدام مش هالحسا ده. انت مخكم في حاجه يا اخ. ليه مخك في حاجه؟ امال امال ازاي الحسا انا ده؟ زي الناس. زي الناس؟ طب ما تخلوا الناس يلحس قبلي وبعد كده انا الحس في الاخر من ورا. ده حكم العرب. اي عرب واي اجانب يا ابو عمو، انت مخ، انت هتكلم انت صح يا عم؟ جايبنا الحس ده؟ ايوه جايبك تلحس ده. الحس النار. ايوه انت يا دوب تطلع لسانك كده وانا همشيها على لسانك. يا صلاة النبي يا صلاة النبي، يلا طلع تتمشيها على لسانك. والله يا شيخ محمود شوف انا اقول لك على حاجه عشان خاطر بس تبين الكلام دي من الناس. يا راجل سيبك من الموضوع دي، دي نار يا شيخ محمود. يعني انت حتى راجل متعلم وراجل فاهم، ده شايف بص بص هتعمل شو وشو يا راجل. شوف ان اي حاجه ان الناس ولا اي حاجه، انت فاهم يعني الحوار يا دي. ولدي حتى الحسن مش هيحصل له ولا حاجه. لا ان شاء الله ان شاء الله اشوف لك حاجه ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. يعني لازم مصممين على الحس ده. يعني كده هتطلع براءه. ايوه يا عمي.